نغم اف ام. في رسالات بعثت اكتر من مره بتقول يا تامر اتعامل ازاي مع الشخصيه الانانيه، انا بعاني منها جدا في حياتي. طيب قبل ما ارد على المكالمه اللي انا دلوقتي عايز ارد على حضرتك واقول لك الشخص الاناني، وفي ناس كتيره جدا بتعاني من الشخص الاناني في حياتنا. الشخص الاناني هو شخص خايف، ما عندوش ثقه في الناس اللي حواليه، وشخص حاسس ان محدش هيهتم بيه، فهو مهتم بكل حاجه لنفسه من منطلق انه ما يثقش في حد ان هو هيديه اللي هو محتاجه. فلو اي واحد متزوج زوجه انانيه، اي واحده متزوجه زوج اناني، خليكم عارفين ان زوج الاناني ده مش حد وحش خالص، بالعكس ده بني ادم طيب جدا، خايف جدا، ما عندوش ثقه في البني ادمين اللي حواليه. حلها ابسط مما يكون، حلها ان انت لو مراتك انانيه بتعمل كل حاجه لنفسها، والاناني دوت بيبقى بخيل في الفلوس، بيبقى بخيل في مشاعره، بخيل في كل حاجه، تحل الموقف ده كله ان انت تهتم بطلباتها. يعني لو مراتك انانيه جدا اهتمي بيها جدا، وفهمها ان الاهتمام ده مش هتاخده من اي حد غيرك منك انت، واهتم بيها بزياده بزياده، اهتم باكلها، اهتم بشربها، اهتم براحه اوجات، اهتم بكل حاجه. عارف اللي هيحصل ايه؟ ان انت هتجيبها من مشكلتها هي الانانيه. هتعرف حاجه واحده بس، هتعرف ان محدش هيديني اللي انا عايزاه او يهتم بيا قد الراجل ده، او الست العكس صحيح، او يعني الراجل هيقول نفس الحكايه، محدش هيهتم بيا قد الست دي، فهيهتم بيكي جدا من منطلق ان هو خايف على نفسه. سهل قوي، معادله سهله جدا. وعاده الاشخاص الانانيين لما بيبتدوا يدوا اللي قدامهم بيدوا بزياده جدا من منطلق ان هم وثقوا في اللي قدامهم ان هو بيديهم كل حاجه هم نفسهم فيها. بس عندهم مشكله رهيبه جدا، وهي كل الدكاتره النفسيه اللي اقنعوا عليها ان هو بيثق قوي وبزياده في الشخص اللي معاه. بس ان الثقه دي راحت لاتفه الاسباب ما بترجعش. فالشخص الاناني ده ذو حدين، حبيب كويس جدا، زوج هايل لو عرفنا نعامله بالطريقه اللي انا قلت عليها دلوقتي، بس المشكله ان الثقه راحت ما بترجعش. فخليك دايما قد ثقتها، وخليك دايما قد ثقته. 1053 ده رقم الرسائل، و3835316 رقم تليفوننا. خلينا نرد على المكالمه اللي معانا. الو. ايوه ايوه مساء الفل. مساء النور يا تامر، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. تمام الحمد لله. قولي لي، انا سامعك. انا بعت لهم في مسج ان انا مشكلتي ان انا زوجه وام لثلاث اولاد. انا زوجي زوج ممتاز او اب ممتاز جدا 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 لاولاده، لكن زوج عادي جدا. انت دلوقتي كنت بتقول الانانيه، هو فعلا اناني. اناني عايز ان انا اللي اكون رومانسيه، ان انا اللي ادي، ان انا اللي اعمل، لكن هو ما يعملش حاجه خالص. هو يعمل بس لاولاده، لكن ليا انا لا. هو منتظر مني دايما ان انا اللي اعمل، انا طول عمري بعمل، فهو اتعود على ان انا اللي بعمل. لما باجي اطلب انا دلوقتي حاجه بقيت انا اللي وحشه وانا اللي مش مقدره التعب اللي هو بيتعبه في الشغل. طب انا كمان بشتغل، طب اصل انا بتعب مع الولاد مثلا عشان بودي تمارين وبعمل. طب ما انا بودي تمارين وبذاكر وبشتغل وبطبخ وبنظف وبعمل كل الكلام ده. معنى ان انت بتشتغل يبقى انت تعبان. طب ما انا كمان بشتغل وبعمل الحاجات دي كلها وما بقولش انا تعبانه، او حتى لو قلت انا تعبانه فانا ببقى فعلا تعبانه. مشكلتي معاه ان هو كان زمان ايام الخطوبه واول سنه جواز رومانسي جدا جدا جدا، دلوقتي مفيش اي نوع من انواع الرومانسيه. حتى لو اتكلم معايا كلمه كويسه فهو عشان عايز في المقابل ان انا مثلا اروح معاه مشوار، ان انا عايز حاجه ليه، هو عايزني اعمل حاجه ليه من الاخر، لكن مش عشان هو بيقول لي الكلمه الكويسه دي عشاني. لكن هو انا عن نفسي فكرت كتير ان انا اسيبه، مع ان انا بموت فيه وبحبه. لا لا ما ينفعش، باين 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 من كلامك. انا عارفه كويس قوي ان هو كمان بيحبني على فكره. طيب. انا عارفه ومتاكده من كده. عشان انت مشكلتك بسيطه جدا. أوه. مبدئيا من غير ما كنت تقولي لي باين قوي ان انت بتعشقي جوزك، وباين جدا ان جوزك بيعشقك، وباين جدا ان انتوا علاقه ناجحه جدا. بس انت كل ما هنالك انت عايزه طبطبه، فطبطب بقى يا راجل. في ما كاني ليه ما بتعملش ده؟ عارف حلها ايه؟ حلها انك تهتمي بيه جامد جدا لمده شهر من غير ما تطلبي ولا حاجه، وبعد كده توقفي الاهتمام فجاه، وشوفي ده هيكون تاثيره ازاي، وتبتديها بشهر، شهر بالتحديد من النهارده
21/2 لغاية 21/3 انت مش هتعملي حاجة غير ان اللي نفسه فيه يكون موجود قبل ما هو يطلبه. باين قوي ان جوزك عنده مشكلة ثقة في الناس اللي حواليه، مشكلة ثقة في اي حد ايا كان، وهو في نفس الوقت بقى شايف ان انت شخصيه مسلم بيها، انت كده كده هتعملي الحاجات دي، كل المفروض انك تعملي ده خلاص، ما بقى يعني المفروض ده خلاص. هو دلوقتي بيحارب معاكي على المفروض، مش بيحارب معاكي على حته المشاعر، وانت بتحاربي على حته المشاعر. فالناتج دلوقتي انك لازم تفهميه، لما انا بعمل من جوه غير ان انا بعمل المفروض، انت الفتره اللي جايه هتعملي من جوه وما تطلبيش خالص، وين ما عملش ما تتضايقيش، وبعد شهر ده اعمل المفروض وبس. هو هيحس بالاختلاف وهيشوف الفرق، فهيحب اللي اتعمل من قلبك، فهيطلبه، فهيضطر انه يدفع المقابل. بس اللي انت بتقوليه دوت هو روتين، والراجل ده مسحوم جامد جدا، والراجل ده شكله انه هو فعلا بيشتغل اكتر من، هو بيشتغل شغلانتين ولا شغلانه واحده؟ لا شغلانه واحده، بس شغلانه مرهقه جدا. طيب يعني بيقعد لساعات عمل اطول من العادي يعني. وده تقريبا جد من سنتين ثلاثه صح؟ لا لا، هو طول عمره في شغلانه كبيره وكلها فلوس وفرصه. طيب وكلام. طيب يبقى اعملي اللي انا بقول لك. هو اللي جد من سنتين ثلاثه ان مسؤوليات الولاد بس هو في اصل باين ولادنا كبروا. باين ان في حاجه خلت ده يحصل. اعملي اللي بقول لك عليه، وخلال شهر شوف اللي هيحصل. عشان زوجك راجل ذكي، وزوجك راجل بيحبك، وزوجك راجل عايز اهتمام، بس في نفس الوقت كسل انه يهتم بيكي. شاف انت خلاص بقى، انت كفايه اهتمام عليكي بقى. هنفهمه ونعرفه يعني زي ما بيقولوا هنحرجه بعدك. انا مشكور جدا، بس لازم اطلع بنفصل اخبار. وكمان شهر مستني تليفونك. ها اوكي ماشي، بشكرك. مع السلامه. هروح لفصل اخباري ونرجع لكم مره ثانيه على اغمى فهم.